طيب عايزين نخش على ملف منتخبنا. شايف اجماليا البطوله ازاي يا كابتن عادل؟ انا دايما بقول البطوله الافريقيه كل سنتين بتزداد صعوبه، لان المنتخبات الحقيقه الافريقيه بقت بتخطو خطوات سريعه جدا جدا في على مستوى كره القدم. شايف البطوله ازاي وحظوظ مصر في الفوز بهذه البطوله؟ خلينا بقى صريح معاك صريح طبعا، ده رايك يعني. اللعيبه اللي بتبقى جايه من اوروبا على مدى سنين طويلة بيجي في ال 15 يوم او في الشهر ده، بيجي علشان يسهر ويستمتع وما بيأديش. هتبص تلاقي اللعيب اللي كان بيلعب مع ناديه في برشلونة مثلا او بيلعب في المان سيتي او في اي مكان في الدوري الاوروبي وبيأدي على اعلى مستوى، تبص تلاقيه في الامم افريقيا تقريبا مش موجود. يمكن في الفترة الأخرانية ابتدت يبقى شوية فيها نوع من الاهتمام شوية، لكن على مدى سنين طويلة تبص تلاقي فرق الكاميرون مثلا وكان يعني مليان من النجوم، تبص تلاقيه ما بيوصلش حتى يعني الربع. أعتقد النظرة دي اختلفت يمكن السنين اللي فاتت، وده اللي أنا بقوله. أمم أفريقيا بقى ليها صدى على مستوى العالم كله، واللعيبة الحقيقة يعني بتأدي بشكل جيد. قد يكون بعض اللاعبين مش نفس المستوى اللي بيأدي بيه على مستوى الأندية، لكن لاختلاف الأجواء واختلاف اللعيبة واختلاف ممكن التكتيك ممكن ده يأثر عليه على المستوى الفني. حتى تبص تلاقي المدير الفني بيتعاقدوا معاه، يعني فايستا اسمه اللي كان بيدرب الزمالك جه فترة، كان عايز افتكر اسمه، جايبينه يمسك تيم الكاميرون قبلها ب10 ايام. يعني طب انا منطق يعني ما لحقش يعمل لهم 3-4 تمرينات من التدريبات اللي هي فيها تكتيك والحاجات دي. انما زي ما انت قلت في فعلا الثلاث اربع بطولات اللي فاتوا بقى في نوع من الاهتمام، الى جانب متوسط الاعمار ابتدى ينزل شويه. وبعدين كل الناس اللي بتروح هي فاترينا لاوروبا. انت النهارده في الصيف داخل في الشتاء، في الصيف اللي جاي هيبقى فيه الجماعه الشركات التسويق والحاجات ديت بتبتدي تحط عينيها على اللعيبه بحيث انها تاخد، بتبقى فعلا بروفه قويه جدا لرؤيه اللعيبه اللي هي ممكن انها تنتقل للدوري الاوروبي وللادوار البعيده. عمرو رايك ايه في البطوله بشكل عام؟ كوت ديفوار 2024 حظوظ منتخبنا ايه؟ ان شاء الله كابتن. بص يمكن انا بكتب الاربع فرق ان شاء الله يوصلوا المربع النهائي، مغرب والسنغال ومصر وكوت ديفوار ان شاء الله. مغرب، السنغال، كوت ديفوار، مصر، ده المربع الذهبي.